طيب انا بس عايز استاذن حضرتك ان احنا نروح للحظات بس الملف مختلف، تعالوا نروح لمنتدى الحوكمه الرياضيه، وده اول منتدى من نوعه يعني خاص بالحوكمه الرياضيه بيتم في مصر ويقام في مصر وبتنظمه وزاره التخطيط طبعا بمشاركه المؤسسات المعنيه المختلفه بتطوير المنظومه الرياضيه. احنا معانا بالفعل مراسلينا مريم سميح ومحمد توفيق عشان يعرفونا على المزيد من التفاصيل. صباح الفل عليكم، اتفضلوا. صباح الخير يا كريم، تحياتي ليك والنهاوند وكمان كابتن احمد فوزي ضيفكم الكريم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما عودناكم طبعا 10 الصبح في الاهلي موجود في كل مكان، وزي ما ذكرت في البدايه احنا النهارده في منتدى الحوكمه الرياضيه. يعني ايه حوكمه رياضيه؟ طبعا لما كانت الرياضه اصبحت يعني زي ما بنقول بقت خلاص صناعه، فكان توجب على الدوله في ضمن سياستها العامه وادخال يعني اسلوب الحوكمه في كل حاجه، الحوكمه اللي بتعني المساءله والنزاهه الماليه ومعايير الشفافيه في اي صناعه، ومن ضمن هذه الصناعات هي الرياضه. فكانت ده طبعا تلزم على وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه انها تنظم المؤتمر الاول للحوكمه الرياضيه في مصر تحت عنوان تعزيز الحوكمه الرشيده في الرياضه في مصر. طبعا زي ما انت ذكرت كريم، ده اول مؤتمر بيتم يعني اقامته في مصر. طبعا ده زي ما قلنا لما تحولت الرياضه الى صناعه، فكان لازم الحكومه تتدخل في ضمن سياستها العامه وتكون جزء من سياسه الحكومه وادخال الحوكمه واساليب النزاهه الماليه والمساءله والاستجابه لكافه المتغيرات. كمان معايا زميلتي العزيزه مريم سميح، برحب بيك يا مريم. يعني النهارده كلمينا عن المؤتمر واهميته كمان النهارده. صبح عليك يا محمد في البدايه، بصبح عليك طبعا يا كريم، بصبح عليك يا نهواندو، بصبح على كابتن احمد فوزي وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن يعني تحت عنوان تعزيز الحوكمة الرشيدة في الرياضة في مصر، وهو المؤتمر الأول من نوعه زي طبعا ما كريم يعني ذكر في البداية. الفكرة من الحوكمة هي فكرة أنه تنظيم آليات العمل، أو فكرة كمان النشاطات المشتركة ما بين المؤسسات، وفكرة وجود شفافية كبيرة جدا في هذه المؤسسات. ويمكن كمان هذه الحوكمة بتؤدي لفكرة أن النمو الاقتصادي داخل المؤسسات الرياضية في مصر الكبيرة، وده طبعا اللي موجود النهارده. هيكون في اكتر من جلسه، سواء جلسه افتتاحيه او فكره يعني سيشنز على مدار هذا المؤتمر، لانه طبعا اكيد ده بيحقق التنميه المستدامه في مختلف المؤسسات الرياضيه الكبيره. ولما بنتكلم عن المؤسسات الرياضيه الكبيره لازم طبعا بنذكر النادي الاهلي، النادي العظيم، وفكره طبعا ان هو بيكون موجود في اي فعاليه بتبقى هي الاول من نوعها. وعلشان كده موجود ممثلين طبعا عن النادي الاهلي النهارده في هذا المنتدى، واكيد طبعا في كبار من الشخصيات حاضرين ايضا هذا المنتدى، ويمكن ابرزهم دكتور جمال شحاته عميد كليه التجاره بجامعه القاهره، ودكتور اشرف المداني الامين العام للاتحاد العربي لاعداد القاده، وايضا ممثل عن النادي الاهلي طبعا دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ودكتور حياه خطاب النائب الاول لرئيس اللجان البارالمبيه. كل دول موجودين النهارده طبعا علشان يناقشوا فكره تفعيل الحوكمه الرياضيه داخل مصر، لان ده طبعا اكيد موجود جدا علشان يكون في شفافيه ونزاهه ما بين المؤسسات الرياضيه المختلفه. بالطبع يا مريم، ممكن كمان يعني زملائي الاعزاء في الاستوديو وجماهير النادي الاهلي في كل مكان، المؤتمر النهارده بيهدف كمان لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وافضل الممارسات بين الخبراء الوطنيين والدوليين من القطاعين العام والخاص، وكمان كيفيه تعزيز الحكم الرشيد في مجال الرياضه لضمان قطاع رياضي فعال وكفء شامل وامن واخلاقي. ويشمل كمان حاجه مهمه جدا، وهم الاشخاص ذوي الهمم. زي ما مريم قالت وذكرت، النادي الاهلي طبعا بجانب دور الرياضي هو ليه دور وطني مشارك في كافه الفعاليات الوطنيه. ويمكن النهارده المؤسسه اللي بتمثل الانديه الرياضيه في هذا المؤتمر هي النادي الاهلي. طبعا يمكن مؤخرا النادي الاهلي فاز بجائزه محمد براشد ال مكتوم للابداع الرياضي، وكان فاز بيها عن الجزء الاقتصادي او الوحده الاقتصاديه للنادي الاهلي، وده دليل على ان النادي الاهلي دايما متفوق مش بس رياضيا، ولكن بيخش في افاق جديده جدا وبيقدم تجربه ده كل الانديه المصريه. يمكن الحوكمه الحكومه المصريه بتتبناها في جميع المجالات وفيها الرياضه، واعتقد ان اعظم مثال على هذا هو النادي الاهلي. ودايما النادي الاهلي موجود بدور الوطني في كل الاوقات وفي كل الايفنتات المهمه. دايما يا رب النادي الاهلي في تقدم وازدهار، ودايما مصرنا باذن الله بخير وازدهار، ودايما 10 الصبح موجود معاكم في كل مكان. دي كانت تغطيتنا هنا انا ومريم من منتدى الحوكمه في الرياضه. كلمه ليكم، اتفضلوا. طيب انا عندي سؤال ليكم، طبعا صباح الفل، بس حابه اعرف برضو منكم لو لديكم المعلومه ازاي ممكن الحوكمه دي كمان تزيد او يبقى فيها طاقه ايجابيه او انعكاس ايجابي على اداء العاملين في المجال، وانا هتكلم هنا تحديدا على المجال الرياضي، لو نوضحها بس كمان للساده المشاهدين، اتفضلوا.
يمكن طبعا يا نهاوند زي ما انت بتسالي فكره يعني الايجابيات الموجوده من فكره يعني الاكسبريشن او مصطلح الحوكمه الرياضيه، لو بنتكلم على فكره الامثله الناجحه يمكن النهارده هيتم طرح امثله ناجحه لفكره ان هم يبتدي تطبيق الحوكمه في مصر، خاصه ان احنا عندنا في السيشنز الموجوده يمكن امثله كتير جدا يعني هيعطيها الاكاديميين، وده طبعا اللي بيعطي فكره الايجابيه اللي انت بتتكلمي عنها يا نهاوند، لانه طبعا اكيد الحوكمة قبل ما تتطبق هنا عندنا في مصر تم تطبيقها في عدد من الدول الخارجية في مؤسسات رياضية كبيرة جدا، ولدينا هيكون معنا النهاردة في عدد من البرزنتيشنز علشان يعرفوا ايه الحاجات الايجابية او ايه ابرز الايجابيات اللي حصلت او عادت على العاملين في هذه المؤسسات الرياضية، وكمان يعني كمؤسسات رياضية ناجحة وكبيرة في يعني حول العالم، وده اللي هيتم النهاردة طرحه، خاصة انه يعني هم عايزين من هذا المنتدى انه يكون في تحسين لأداء المنظمات الرياضية في مصر وإبعاد يعني كل الفساد عن المؤسسات الرياضية أيضا، وده برضو اللي هيكون معانا النهاردة عندنا عدد من المتخصصين والأكاديميين في هذا المجال علشان يطبقوا كل ما تم تطبيقه في الحوكمة الرياضية حول العالم في المؤسسات الرياضية الكبيرة علشان يتم تطبيقها هنا ويعود بهذه الإيجابيات اللي انت يمكن تطرقتي لها نهاوند. كمان يا مريم بالإضافة انت سألتي بالتحديد نهاوند في نقطة المعاملين في المؤسسات الرياضية هيستفادوا ايه من الحوكمة، زي ما قلنا الحوكمة دي هتوصل بالرياضة كونها واحدة من اهم الصناعات حاليا على مستوى العالم، ان هيبقى فيه زي ما قلنا هيبقى فيه شفافية مالية، في نزاهة، في استجابة وفي مساءلة، ودوت هيؤدي للتنمية المستدامة. معنى وجود التنمية المستدامة في الرياضة ده اللي بنهدفه في الرياضة المصرية، ده هيعيد دخل كبير جدا على كل العاملين في مجال الرياضي، واعتقد ده هيبقى اهم الايجابيات، ان هي توفير حياة مستقرة لجميع الرياضيين، توفير مداخيل لكلهم، هيبقى فيه دخل مناسب لجميع الرياضيين. يعني زي ما بنقول شوف مشاكل كتير جدا في شتى مناحي الرياضه بسبب عدم توافر الدخل، او ان الرياضيين عندنا يكونوا محترفين بشكل كامل خاصه الحكام. لا، بالنظام الجديد ده احنا بنتكلم على الشمول المالي، بنتكلم على الحوكمه، هيبقى فيه استقلال مالي، كل العاملين في المجال الرياضي هيبقوا محترفين فقط في الرياضه، وده ان شاء الله يعود بالخير على مصر كلها ومجال الرياضه خاصه. انا بشكركم جدا جدا انا وكريم زملائنا الاعزاء والمتالقين توفيق او توفيق ومريم سميح، شكرا لكم جدا جدا، واكيد مؤتمر مهم وهنتابعه اكيد مع حضراتكم على مدار يعني الحلقه على قناه الاهلي. معلش طولنا.